في قناتكم لطاها كرة 2 والمخصصة لشعب الأهلي العظيم، اختيار الفيديوهات هيبقى بناء على طلباتكم في الكومنتات، وهيبقى الاختيار بناء على أكتر ماتش هيجيب لايكات وهيطلب مني، وهنطلع كمان الناس اللي طلبت الماتش في حلقتنا الأسبوعية إن شاء الله. المهم عشان اول كومنت جالي بعد ما نزلت حلقه الاهلي والزمالك 6-1، واللي لسه لو ما شفتهاش فانت اكيد مش اهلاوي صميم، اللينك بتاعها هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. اول ماتش طلب مني هو ماتش الاهلي وريال مدريد النهارده يا جماعه، انا جاي اعمل لكم الفيديو اللي طلب مني، فانتوا كمان بقى عليكم بسرعه انكم تكتبوا تحت في الكومنتات الفيديو اللي عاوزينه المره الجايه ان شاء الله، وتتاكد بالمره انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناه هنا وفي باقي قنوات ولطاها، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدا. بعد تتويج ريال مدريد بنادي القرن الاوروبي وتتويج المارد الاحمر بنادي القرن الافريقي، واللي الناس التانيين عايشين في وهم نادي القرن الحقيقي وبتاع، المهم ان انديه القرن العظيمه هيلعبوا ماتش ودي جميل عشان نشوف المتعة الحقيقية بين أندية القرن الحقيقي. لعيبة ريال مدريد وصلت مصر خلاص، والناس ما بقتش مصدقة اللي شايفاه، روبرتو كارلوس وفيجو وراؤول وزيدان ماشيين قدامهم في مصر كده عادي، وبعد ما خلاص فرحنا بيهم جه وقت الماتش بين الأهلي وريال مدريد على استاد القاهرة. دخل مانويل جوزيه المدير الفني لزعيم أفريقيا اللقاء بتشكيلة 4-4-2، عصام الحضري في حراسة المرمى وقدامه أشرف أمين ووائل جمعة وشادي محمد وسعيد عبد العزيز، وفي نص الملعب أحمد أبو مسلم وهادي خشبة وحسام غالي وأحمد جودة، وفي الهجوم علاء إبراهيم وخالد بيبو. أما بقى زعيم أوروبا نادي ريال مدريد فدخل اللقاء بتشكيلة 4-5-1، سيزار في حراسة المرمى وقدامه جيريمي وهييرو وكارانكا وكارلوس، وقدامهم هيلجيرا وماكيليلي وفيجو وسافيو وزيدان، تحت مهاجم وحيد راؤول جونزاليس. ومع بداية الماتش نجوم ريال مدريد على الهادي خالص دخلوا ضاغطين ومسيطرين، والهدف الأول شكله خلاص مسألة وقت، زيدان بيجرب ومن بعده كارلوس بيطلع صاروخ في وش الحضري، لكن الحضري يا جماعة طول عمره متألق وثابت. بعد كرة كارلوس وتألق الحضري جه الدور على راؤول وسافيو عشان يشتغلوا، الاتنين بيلعبوا برجلهم الشمال وصراع وحريفة وحاجة تخوف. لو كمان بيكمل وراهم زيدان، انت معلم مستوعب اللي بيتقال ولا سرحان ومش مركز؟ كارلوس بعد ما بيجرب بشماله ولا كان مدي واحده بيميني، راح الحمد لله القايم عمل معانا احلى واجب وطلعها بره. لما الوقت عدى والشوط قرب خلاص يخلص، ثقه لعيبه زعيم افريقيا عليت، والخوف كمان من نجوم الملكي قل، فطلعوا يحاولوا يعملوا اي حاجه، وفعلا لما طلعوا لقوا ان الوصول لمرمى ريال مدريد موضوع مش مستحيل، يعني لما بتلعب ومش بتخاف بتوصل والدنيا اخر حلاوه. لكن على ما فهموا ده كان الشوط الاول خلص خلاص. في الشوط الثاني بقى دخل لعيبه الاهلي وهي عارفه ان الموضوع ممكن، لو لعبنا وضغطنا هنسجل، بالذات وان لعيبه ريال مدريد بتتدلع حبتين. وفعلا بعد ما ضغطنا واخدنا الكرة، الغالي الشاب الصغير الناشئ وقتها بيرقص حارس ريال مدريد مرة واحدة وبيسندها لصندي، الراجل اللي نزل من على الدكة لقى نفسه على موعد مع كتابة التاريخ، هدف هيفضل علامة في قلب كل اهلاوي عاشق للكيان، واسم صندي هيفضل محفور في دماغنا. بعد هدف التقدم لزعيم افريقيا الدنيا خلاص فتحت، مش هتصدق لو قلتلك ان الاهلي زنق ريال مدريد وهاتك يا دعك. القايم اللي وقف معانا في الشوط الاول اهو دلوقتي بيقف ضدنا في الشوط الثاني، علاء ابراهيم بالذات ومعاه خالد بيبو عملوا شغل عالي قوي، ولولا ان بيبو كان دايما بيدور على الجون اللي شكله حلو كان قدر يسجل في اكتر من مره. بعد العارضه ما وقفت ضدنا هي كمان، كان لازم قبل نهايه الماتش تقف معانا بقى. مانويل جوزيه يا جماعه كان بيعرف يمشي الماتش صح، وكان كمان مع شويه لعيبه مساعداه يعمل اللي هو عاوزه، نزل وقتها وائل رياض شيتوس اللي نزل قلب الدنيا بسرعته الجباره، انفرادات وكور سهله بتضيع، لا وكمان تقسيم ونقل كره على الارض وشغل عالي جدا. ريال مدريد كل فين وفين كان بيحاول يعمل اي حاجه، لكن زعيم افريقيا كان خلاص غلب زعيم اوروبا بالطول وبالعرض. الحكم بيصفر خلاص وبيعلن انها احتفاليه كبيره تليق بزعيم افريقيا ونادي القرن الافريقي النادي الاهلي.
أكبر المتفائلين يا جدعان قبل الماتش كان بيتمنى هزيمة مع أداء مشرف، يا عم نشطح ونحلم بالتعادل معاهم حتى ونبقى نتغلب ضربات جزاء يعني مش قصة، لكن انك تغلبهم وكمان تعمل عليهم ماتش تقيل ده اللي ما كانش حد قادر يستوعبه الصراحة. حلقتنا كده خلصت خلاص، لكن كالعادة العظمة لسه مستمرة على قناتكم ولطاها كورة 2. ما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس يوصلك جديدنا اول باول. فولو كمان للبيج بتاعتنا على فيسبوك، وبص بص على قناتنا الرئيسية، وبص كمان بص على قناتنا ولطاها اجنبي واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.